تميست ما سلامو يسن مرين غفوم مرحبا غسجوم مغلت نوبة مرحبا إلا انتسوم دس تلفزيون نتزاير فاد أوكز إن شاء الله هنمل أتبي مسيس تطفين كون خفيف غفوم ديون نوبة طنبرشت إلا ديس منا وأن المواضيع تهمان سلخصوص أن إلا نجوري مارودي إن دهن تسشنت مران دوني تنوضلس إلا نأو نوش يقل البلاطو السني مع عيوتنا محمد أبي إسماعيل باش نرقب أيولو إن دهن إلا نخدم ديني سلخصوص أدليسي بها أمتشسنج أزل أزل دم قران إيو عزام دوس عزم ونيد ديغنسي المحاور نتنوبة مرحبا أنزوت ممكن نغلط تفاصيل نتنوبة مرحبا إلا نديس إنجيون إلا نتسيفون أو البلاطو سمنا المواضيع التهمة من الشيخ بليقان إذ من نوني ملاقية تسشنين دا سشنين عفر نونو نعزا في الظاهرة الإدمان أما سنتدار وعزام أو سندبت الأسباب نورني استخرتو دي الذكرى سزت مروين التس نتقرولا نحر تنبرش نادي ودى البيزي ديورة زقاغة جزيري دي تغردايت سجان دورت فايت شارد نشورت نودار جار 40 مرشيخ حمول حاج أو سندبت تكرداوين نون ونده إنه التفاصيل نتنوبة مرحبا نزوات ممكن غل محاور البلاطو مزوار إلا أن أنزوات غل تسشن نتمران دونيت نوض لسيلة إلا أن تجور دي المعرض إلا أن تجوغ المعرض أي بهاك وأشي سوقاس سجو مناس ميدن توشولينين عزامن إن لمادن باش دزسنن أي جديد نيد لسن من إلا دي سجار 300,000 نوض لسا ونو سوقاس وجان 61 مخصص تمرون ديك تنتمران دونيت إلا إلا نعرنت دي ونتسشنت من يترقب يقنوا سادام قرانت وشولين يزعلك إبزان باش أدستفاد نوجار ساو نودلس أي بها ماشي قرن دعاد نيدلس ديم دوتشال نميدن سلخصوص أقرب نودلس لبزان تخيبها أمتش سلخصوص ماشي نقارت خيرتو يعني يقع دي سيقن وبعد وجار سلكتاب صودلس أي بها نرقبت اختدارين نغ ديس المكتبة طيب الزانين إلا ممكن عاد نتسجى ديس انت ونيد ليسن باش أتستفادن ميدن نرني وجار إعزام دين عزام أنزوات وجار ممكن التفاصيل ففين دهن ونتسشن تنتمران ودليس دي صنوبر البحري ماني أن دي كون معان غيواتنا محمد أبي إسماعيل دين جيونس أسين غيواك محمد أبي إسماعيل تمديتش تنبرشتي دين جيونت سجنوا شاشي دم قران نايت ما يسمى نرحب سجوم مانيت الليم تمديتش تنبارشت ايوا بوسنان السولا كان غدي المعرض اقرغلان ان نتضلس الى ادراداني دي صافيكس دي طبعة السنة مروين تصز ايت ما يسمى نرحب سجوم دي اول المعرض الى معانا غداني يغلب نوسين عرا او المعرض سي الكتاب نغسي دور النشر نغ سيغلب وسين عار الى ان شاء الله هنبيسي سأطفي او المعرض الى نجور سي 25 اكتوبر غل الربعة
نوفمبر ماني دي سيغلبنا الكتاب شباب وسين سيغزر نمزاب نغدور النشر إلا نعرن أو نتضلس إتما اسما نرحب سينيجيون إلا معانا أن نبدأ سيوان يوسف حمدي بابا إلا العضو جمعية نطورة اللقراراش إني تمديتش تنبارش. مرحبا بك يا محمد، يعطيك الصحة فونا ضيفتو إن شاء الله نبيطط في مع بعض إن شاء الله. ربا شحفظ أيوة يوسف منشان زوان معان غيقن يقنوم كروس سيغزر نمزاب يوست سوغر من نتغرديت دايند محمد عليهم إلا ندق الكاتب الشاب الروائي إلا أول مرة دي شارك دي طبعتنا المعارض الكتاب شنيني تمديت شتنبارش أيوة محمد ديت شتنبارش أيوة محمد. ربا شحفظ الضيافات فرصة رائعة لا تعوض بثمن ولا تقدر. ربا شحفظ أيوة ان شاء الله. ايوا محمد ان شاء الله تبيد معنا تطفي. اما ان شاء نرحب صلاح الدين الشيخ حمد لان عضو المؤسسه اعلام الجزائر الى تعنا يبورخسي بالزنان القصص يبورخسي بالزنان شنو تمديت طنبارش. بارك الله فيك عندك محمد، يعطيكم الصحه على الضيافه ان شاء الله نستفاد مع بعض سني لن ان السجود في تقييمه احفظ. ايوا صلاح الدين تيتما يسماسو لان معنا غيغلب الكتاب غيغلب دور النشر ان شاء الله هنبي سي سنتطفي نبدا سيوان يوسف حمدي بابا لان العضو جمعيه نطورات القراره لان ديك الجمعيه السوازالس يغزر نمزاب غير سيغلب نضليصن نعرنا زكاسو المعرض الكتاب نخص ابدا انسنا ايوا يوسف تعريف ضب زاني لجمعيه نطورات القراره اللي تشارك المعرض الكتاب. يعطيك الصحه ديك محمد ربي يحفظ فون البدايه الله يبارك. بداية جمعية الطورات ديك جمعية نغيك تمجلوت ثقافية فكرية تهتم بكل ما هو تراثي بما كل هو يخص وادي ميزة بالدرجة الأولى وكذلك قاع الجزائر بصفة عامة عبارة عن تجمعات عبارة عن ملتقيات وعبارة عن كذلك إصدارات لإدليصن الكتب المشاركة في المعارض. ديك التعريف ضبط الزال بجمعية التراث. اسكاسو تشارك مسي غلب ندليسن ممكن تعريف ضبط الزال غنتيني اهم ندليسن يتشارك مسي سنون تسجنت. جمعية التراث الحمد لله يعني غرس مشاريع طويلة جورديسن اهم مشروعين ثلاثة جورديسن عند في رحاب القرآن تفسير الشيخ بيوض رحمه الله تعالى. تم الإصدار جميع الإصداراتنا جميع الكتب فوند كاع 2019 حاليا تعاود ترجع ما كتب في هذه الإصدارات إن شاء الله تدفق في حلة جديدة. المشروع الثاني هو في رحاب السنة هو تفسير الجامع الصحيح للربيع بن حبيب يجيس الشيخ ناصر محمد المرموري رباه يرحم. كذلك جمعية الثورات تعمل تجور في تفريق الأشرطة وإن شاء الله الدفاع في على شكل إصدارات في كل سنة تتعود إلى الإصدار التاسع وعليه كذلك يعني يغلب الإصدارات أخرى أن مثل الحق اليقين من أصول الدين الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج كذلك مقالات الإمام الشيخ بيوض في الصحافة الوطنية كذلك من أول الإصدارات إن شاء الله نسيوها بسنة بعد. ربا شحفظ ايوا يوسف انزوال يونغ محمد عليهم لان ديك الكاتب الشاب ديك نوم كروس سي غزر نمزاب نفرح امش من نرقب الشباب النغ نغيم كراس النغ لان جمع نجا جرون جار اعزام سن در روايه النغ تاليف الكتب ان شاء الله صدي غاش نرقب ديك الكاتب سوازالس محمد تشارك دسكاسو المعرض من الكتاب سيزن الروايات على اعتاب الماضي بلعبه الزمن عماني نورمالمون خصنا نتوش هذيك لمحه طبزانت فاون الكتاب الى تسجيت فاون الروايات على اعتاب الماضي غلبة الزمن ممكن انا نبدا على اعتاب الماضي لان الروايه شتم زوارت قبل عتبات الماضي لان ديك الروايه تبديت سيس ممكن بعد زواد لعبه الزمن انتوش ديك تعريف طبزان حماك اما شيت نيد توافق جرى اعزام تكمل داس حماك المدرسات ومن يجي انه هذه عاد مشوار طويل حماك جيغديس نتاع العتبات الماضي 2020 2021 اما لعبه الزمن لعبه الزمن 2022 الي مارو مشوار طويل حماك ستيرا انت ديك المشوار ممتع خاطر بطبيعه الحال الكاتب يتعادى يعيش اجواء تلك الروايه. الروايه تمزوارت هي سيره ذاتيه اتمتني لي مغلي اشخاص مغلي مواقف رايتها في حياتي جيت جسدت على شخصية تامر والتي يعني الفكرة الأولى والأخيرة منها أن المال لا يصنع السعادة ريالوه أنت السعادة
ريال ايش جات طوده تساعدت مسحقات تساعدني دائمه. اما لعبه الزمن نسبد لقاع الطابع من سيرة الذاتيه نزوى الى طابع المغامره والفانتازيا نسيت في ديس الزمن ومن تجوع انه مدنا عشان ان شاء الله عشان تجربه رائعه. باش احفظ باش احفظ ما راش ندول نسن تفاصيل تشوق دان غيون الروايات اللي انا تجيد انزوالي ونغ صلاح الدين الشيخ حمدي لاند العضو مؤسسه اعلام الجزائر لاندي كل مؤسسه وزال سنتيد تسجل نوض الصنوم نتيد تجي مك القصص بورخسي بالزان تشارم ديك التنشئه في المشايخ نغ في زعلك نغ نتيد ديك المؤسسه وزال ان شاء الله يبزان نغ وسي قاعد ياس الصون دير قبا يخدم لي تسجيم انتي تدير قبي قني عافير نديم قرانا نخصها نتعرف دابدا مزوارا نسن منود مؤسسنا علم الجزائر باش ميدنا تسن وحدي ان شاء الله هادي عادي اصدارات اخرى. بارك الله فيك ايوا محمد. مؤسسة علم الجزائر ديك المؤسس ديال اللي سن مؤسسة المنار التربية والتعليم فكرا نديس توات المؤسسة المنار فكرا نديس دائما في ميدان التربية والتعليم باش اسوشن اسوشن ديك الفيز تجاري يوظف لي اسمها هذيك المؤسسة التجارية سوش نوجر يوظف لي سومني تفقد بالضبط سنة 2014 اسمها لغرس 9 سنين سكوسو غرس مجموعة إصدارات في كل عام توجيك مسابقة يقاع وسي نجم هذه شارك سيب الظن دي زعلك أدير بحديثة مزوار أو أمزوار استطوى طبع القسط سومني تم جرت إن شاء الله لأزدغات يفقد داون الكتابو الشيخ عدون نظرة معلم ملهم ومربي حكيم يربح حديث يقن ديقل الأستاذ اللي يسعز مغلا أستاذ عبد الرحمن بن علي حاج داود تنحي الثاني يعطي الصحة يسمى يفاد إبزان الشيخ عدون دا وحدي أفضل ممكن بعد إن شاء الله نسيو لجر صدارات الأذنين لانت مجموعة مهمة جدا اللي شارك نديس إبزان مش إنه ديز عليك ربح نديس عليك دي إبزان يبها أيوة صلاح الدين مارس ندولا نسند منود الكتاب الى نتفروا القصص الى ان شاء الله نسند منود الكتاب الشباب الى نتيدت لنا بينا ولا مشعل سنشن لا ماشي شني غني لا يتسجن المشايخ نغنى غني تجينا المشايخ نغ ندول غرتش ايوا محمد نتيدت الروايه على عتبات الماضي نغ لعبه الزمن ديك الروايه نتيدت عزمخت بس نتيدت شنو يقن طابع قصصي سيقن تفصيل اي بها يبها نرقبي بزان نختارين يمكرس نختارين سواء نشكل نخسن تيدت في الكواليس نيدا نغ خصغة سنغ كيفاش تبديد تيرانا والقصص نسلم شي شنيغ وغرسان البروغرام سي شور تفض برنامج يعزم غبشا يعزم تمديت المدرسة باش كادياوض ادياري سنتن الروايات نتي ديك نشرا دزعلوك نخصنا نسن سرنا انتي راتشنا ونمسمس باش كان نعوض الناتف اني تريد دمسنا القصص. حماك نشنين غرنا المؤسستنا مؤسسة العلمية تجينا حماك دايما 20 دقيقة مطالعة بداية كل يوم مهما يكون فروض اختبارات دراسة عادية حماك غرنا دايما 20 دقيقة مطالعة انتني تنمى جنغيمارو حب المطالعة اما تنسيمارو للإنتاج حماك سيم الزيك ربطنا في الوالدين وتشجعني لأنه ملخصات القسطنة تعزمة تلخصها القسطنة صفحتين ما كتلخصها القسطنة أنا 50 صفحة ما كتلخصت ملخصات أنظر الأمر الأساتذة أنا ربطنا نحفظ قوم من سجنة أنه تعبير الكتابية نهاية كل أسبوع التوتد للحد أنتوني مارو إنا ما جنغ مارو حب القراءة حب الكتابة أما الرواية سنت الفكرة على عتبات الماضي تقول حماك سجاس منين لش معرض الكتاب الحالة النمر لش الكتب لش جديد حماك يمارو تسد الفكرة تبجنب هامي دي منشي العدد المستهلك أتسيغ على العدد المنتج أنجد الفكرة يمارو بدم زور ورخت على أنها قصة ومن بعد الفكرة تضيض الأفكار وانت تضيض نطين الفصل يلحق الفصل رجع لبات لا تزعلك اقترح غمار روايتك اقترحت في المؤسسة في مؤسستك هنا هايل انت تقوم السيس من ناحية التصحيح اللغوي ومن بعد الطباعة مرة نزل مؤسسة الطباعة كاع خلف ربط يحفظ يعني تقوم السيس على أكمل وجه قال أبشي دوبراما الناس كتلحق أما لعبة الزمن بديغاس بعد على عتبات الماضي
بعد العتبات الماضي ماشي ناش ماك سبيد لاغي على الفكره تي مارو التغمين سيره ذاتيه الى مارو فانتازيا والمغامره سكي مارو دخلنا وتيك الفئه كاع من شباب تلاحظ دي مارو شباب محمك زقن الدور مخصصه دور ناشر غير نيتيشن ديس المغامرات نسي مارو ناري في الطبيعه المغامراتي لاباس ماك ديك الفكره على انه ما عند جان يدول لفر سكاد صحح الاخطاء الجدود سكولي طوطي ماروني الله يوضاديس مارو الفكرة اني تلا التلتين الجوهرية باللي الفتن من الأجداد تأثر في المستقبل البورخصنة معناتها يلو كلا دعاد العمر الفتن 100 عام تؤثر نسيس بورخصنة نمتوني حمك الباشا يبها انتي دت لي تشوق ذا نغ قعوسي يدير قبه والكتاب على عتبات الماضي انتي دت لي تشوق قد يعزم تقن شران قصصي ماشي تني سجل أسلوب أي بها وقعوسية يعزم أدي فهم المغزاس رباش حفظ يوا محمد أجندول يوا يوسف حمدي بابا أنت نخسر أنت ولد الإصدارات نغ الإصدارات جمعية طورات أهم الإصدارات اللي نشارك مسيس نتنعرم مسيس ونطبعته أنت دت منشي ولتستيغ المقالات الإمام الشيخ بيوضي ونغ محمد بكوش أسنف شك تحيت تم قرانت ساون نومشان أنت دت كت المقالات ساو لمس سواني تجي الجداد النغ نخسي المقالات تجي نخسي رتنسن نخسي نتوشد بعض الإزارات أهم النقاطين المدن أتنتبين ساو الإزارات يعطيك الصحة ديك محمد بركة الدولة بسي مش كتفهم يمدن بتد الإزارات يعني مش تتساهم جمعية الطورات فهم الإزاراته الحقيقة جمعية الطورات تتبنى أن يكون الإصدارات على شكل بحوث على شكل ملتقيات مع الشباب مع الباحثين مش كل إن شاء الله هذا تسوفغن أني غرسن من عصارة ذهنهم أني لا غرسن التجارب أني لا غرسن الخبرات عبارة عن تجمعات عبارة عن ملتقيات للبحث السيس الحمد لله يعني شيئا فشيئا بدأ المشاريع الجمعية الطورات تفغن على شكل كتب بداية ماشي نغبي تفسير الشيخ بيوت في رحاب القرآن يتفرغ من الأشرطة كذلك تفسير في رحاب السنة الشيخ ناصر تفسير للجامع الربيع بن حبيب يتفرغ كذلك من الأشرطة عبارة عن كتب يعني قاعوا اللومرات الجرن في إطار جماعات في إطار أملقة الباحثين الأساتذة الدكاترة سيس كذلك مبثق الحمد لله فقد يغلب المشاريع أهم مشروع اللي يجور حاليا في جمعية التراث إن شاء الله عن قريب إن شاء الله سيارة أدرق بالضوء عند معجم أعلام المغرب يضم جميع قاعين عزمنا لأن اسمه جند الأثر جند البصمة جند ديكت يجي إن شاء الله ده وحدي في التاريخ عبارة عن علم عبارة عن أي شيء ينفع المجتمع بداية من ليبيا إلى المغرب الأقصى يعني الجزائر قاع العلماء لن يهتمون بالمذهب الإباضي يهتمون بتاريخه الحمد لله الجماعة الباحثين المعتكفين عليهم في هذه الأونة إن شاء الله الدفق في طبعة جديدة وحلقة شيبة يغلب كذلك الباحثين لا تهتم بالشأن المغربي فقط تهتم كذلك بالشأن المشرقي توتنا الأصحاب عمان كذلك انت الحمد لله لغنا الباحثين لغنا الأساتذة تاري غفسن ممكن فوز شيء وديك محمد التفد المؤلف أطلسنا الوقف البعد الحضاري للوقف في عمان وني تأليف رئيس الجمعية الدكتور محمد بن قاسم ناصر بوحجام يعني ديس الاهتمام السادسة الحمد لله يعني جد الأثر مهم جدا في إصدارات الجمعية أهم الإصدارات نشارك سيسن في هذا المعرض المعرض 2023 من الطبعة 26/2023 مش أذكر ديوان محمد نطورو مقالات الإمام الشيخ بيوض في الصحافة الوطنية صحيح يعكف ديك محمد موسى بكوش في إصدار في تفريغ جرائد الشيخ باليقضان الجرائد بلاذخ في الصحافة الوطنية يجلوت نقع في هذا الكتاب القيم لمدة تزيد عن 10 سنوات الحمد لله ربي وفقت يصدر الكتاب كذلك الحق اليقين من أصول الدين الشيخ محمد بابا الشيخ بالحاج بمناسبة الملتقى لتجسلسانه كذلك كرامة المرأة في حقوق الإنسان مكتفت فوست شيء وذني كرامة المرأة وحقوقها في الإسلام المجلة الحياة وهي مجلة تجر البحوث القيمة البحوث لأن ديس أثر طيب من الأساتذة والدكاترة عبر مختلف ولايات الوطن حتى من الخارج استقبلوا البحوث وتضمت في هذه المجلة تصدر بشكل سنوي
كل سجوسي تفضل العدد لكان يوضع العدد 28. سيول دا سجن حق اليقين في أصول الدين من أصول الدين ممكن أو كتاب بعض وني الحق في الحق اليقين من أصول الدين وني كتاب مهم قيم جدا لقلنا الكتاب يتناول أهم أصول الدين تويس عزام سيس الشيخ محمد بن باب الشيخ بالحاج تويس عزام سيس تلمذس طلبني لأن زورنت الحلقة تس يتناول أصول الدين بداية من العلم معرفة الله تعالى الوعد والوعيد الكتب السماوية الولاية والبراءة إلى غير ذلك من الأصول. رباش حفظ يوسف انت إذا تقل الكتوبة ديسنك كتات في أي زعم يبها إن شاء الله مدنا غنغيم كراس النغا طالعا ماشي تجي المشايخ النغ انت إذا تشوم كشباب نغديم كراس إلا نتنعرم تاريم أو نيدليسن جمعي تورات لتنده بها تشنا والموروتي لأن يبها لازم أولي قضع نيوتي تيومتي غلداني المعرض من الكتاب لمدنا تسنن تسنن أن اللي تشمر يغزر نمزاب من المشايخ دي بسيون الدين رباش حفظ أيوة يوسف أجدولغ أيوة صلاح الدين نقيم ديما دي المؤسس نعلم جزائر دي الكتوبة إلا أنت تسجمتن أنت إذا تنرقب الكتوبة إلا تسجمتن دي قنسي تاريخ مثل المشايخ إلا أن جندك الأطر جندك التطفي أي تبها يغزر نمزاب دفر وموني دي سني قنيم كراس ممكن تسجيمك المسابقات باش يمكراس تنعر معاسن بها تسجلنا والكتوب نخسن سن من أولا تفرون أول الكتوبة إلا أنت ضدي بالظن أنت تفكرون دي مكراس نغي بالظن بارك الله فيك يا محمد مؤسسة تعلم الجزائر ديما ماشي نيا ديما الهدف التربوي ماشي نيا سواء مني تحاول تجيك نشري لأن يفيد بالظن باش هكا عاد ديما عاد الحياه نسن ديما تجور تبين شي زعلك نسن شو مني الهدف شو مني تبي وجار انه المشايخ نات مزاب انت الهدف كاع علم الجزائر وانما تبدا بخصوص مع تمزاب ممكن اني نيام الزوار نسن عند الشيخ طفيش نبدا الشيخ طفيش على اساس اسكو سام زوار الشيخ طفيش هامي لانه الذكرى المئويه سي تبدا المؤسسه عند 2014 الشيخ طفيش اللي معروف في اسمه عالميا حتى فقط جزائريا يربح ديسا ون أستاذ أحمد محمد بن عمر ديقل أستاذ إلا أغلى اسمه يربح أول قسطه أول مسابقته لن توجه سنويا ومن بعد نزوى إلى ممكن ليس بالترتيب أرجو ممكن مباشرة إلى الأستاذ بالحاج قشار مثلا نسميه الشيخ الشهيد بالحاج قشار تسميه على كل حالة ونكتب تويمانسيا ديك الطالب في الثالثة متوسط تعزم في مؤسسة المنار تحاول تجيك القصة التاريخ نشاي لأن يواسي لقدس النغي لواسي لودونس باش تسفيدو جارس المشايخ نسن توني ماشي النغ الثالثة متوسط ستشارك توفي منس باللي انتهت تمزورت تلا أفضل قصة تربح سيس بالمناسبة ممكن هذه نغداني أنه القصص والنغ المسابقته ديستك مجموعة أساتذة اثنين اسمات تحكمن نقط محكمين او المسابقه بمعايير دقيقه الى غير ذلك كاع عموني او الاساتذه قاعد اساس اخدم سن اسوشن دخي وسيلة وجار سن لغنا مثلا الدكتوره تنحيه ممكن ثاني الدكتور ابو هوني علي سعيد وقبله كان كذلك الدكتور محمد ناصر بوحجام اثنين توغين ديم زوار في اسمها ادوشن حقي تجاري الكتاب نغي القصه باش تدي فغ للطباعه أيوة. ايوه صلاح الدين الهدف اللي انت جيمت تطفيت في غمسيس او مشاركته ايوه التطفيت تزعلوك تنشين ماشي نغ انه المشايخ النا كيفاش تنسنني بالظن تنعزمن المشي عزمن اي قصه اخرى ماشي عزمن قصه مثلا قصه الحيوانات قصه اي نعزم سواء خارج الوطن او داخل الوطن ادعزمين كذلك القصه الشيخ عدون مثلا ماشي عافر الحياتس مثلا الشيخ عدون نذكر امثله من حياته الشيخ عدون ديقني لاني عاش اكثر من 100 سنه الحياه كلها ضاع عافر دو خدام الجهاد في التربيه والتعليم وني الاستاذ سيوري القصه يبين دي سوا المواقف في حياته و اسمه كيفاش يوض الى اضياود انه ديقن الشيخ تبين سيس كل العلماء ونعرف انه الشيخ عدون ديقن برادر وات مش قارن داخل الشيخ بيوض داخل الشيخ ابو القضان في الحركه الاصلاحيه في غدايا اسمه يسبين دريسه ون شخصيته ثمانيه تشوق غداني بورخسي بالظن انه
أظن هذا عزمن أو القصة أدبين سيس بعض المواقف بهان مهمة جدا في الشيخ أي غير المشايخ حتى سمحي حتى بعض الأمهات اللي أنت جند الأثر أغلان أستاذ الشيخ نوح عائشة مثلا أنني الشيخة السنة أنني الشيخة نغلاش نوح عائشة بنت عمر تلا كذلك سمحي من سليمان بابا اسماني لا نتواري ان شاء الله غلطت لابد ان شاء الله نشوف اكتزنان لان جنت وجر اغلى جنت ديك الاثر هذا زعلوك يغزر المزاب انت اذا تولت تديم المؤسسة هو متواري مغفسن توري باش كتزنان نغات سنت يعافر نتمطادي توجين تديك الاثر ماشي المشايخ نغجين لا انت مطاد انت تجين تديك الاثر رايز عليك ربي يحفظ ايوا صلاح الدين اش دار ايوا يوسف نسولسي الازارات السجيم الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج معروف الشيخ بن الشيخ سجل الازارات السجيم تشارك مسيس معرضنا الكتاب يتوجا سجن الملتقى داني تملغيخت اما شو سيتواجي ان شاء الله يجن الملتقى يغزر نمزاب سمعت لن توسد إن شاء الله أنت سيولد بسيسة والملتقى ده والكتاب من أهم أهداف الجمعية الحمد لله التراث أنه تساهم بشكل كبير جدا سعرف المشيخ النقد التراث سند دعزام سند عفرين سن عبارة عن تنظيم الملتقيات عبارة عن تنظيم الندوات الاجتماعات الطلبة الباحثين يواسي ليوليد الناشئة السيس الحمد لله تنظموا الملتقي وملتقى تسمى المرجعية الدينية لدى علماء الجزائر المرجعية الدينية والهوية الوطنية لدى علماء الجزائر الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج نموذجا يتوجب بالتنسيق مع المجلس الإسلامي الأعلى داني في الجزائر العاصمة يجور السنين الحد 29 أكتوبر دوص النط السنين الاثنين 30 أكتوبر كذلك إن شاء الله هذه يكون ديس أكمل أو الملتقى أغلان القصر القرار إن شاء الله بداية من السنين واحد إن شاء الله 2-3 نوفمبر كذلك هي عبارة عن ندوات وتعريف بالشيخ بن الشيخ دي جاهدين دو عفرس دو سنشي الطلبة الباحثين إن شاء الله مش كتجين دل قدوة تخدمنس وخدمس هني تغي التعفر بين قوسين برك تغي الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج عضو في المجلس الإسلامي الأعلى كذلك في عضو مجلس عمي سعيد اسمه تغي دعزب وأستاذ بمعهد الحياة سابقا يبها تيدت الشيخ بن الشيخ تيدت جدي قل أثر دزعلوك الشيخ خريج معهد الحياة تيدت الشيخ بن الشيخ غرسي قل أثر أي زعلك تيدت تعزبت القراران غيس شني شبابي يمكراس القيمة الانضباط من الوقت الانضباط وخدم انت دت يبهار من المؤسسة أتفكر دي رجازن إلى جيني قل أطار ماشي شني غزر نمزاب يبها أن بيسي استطفي بها سندعو ينبرس إلى خصن التاريخ بين انت دت سون الشخصية تامقران أجدول غايو محمد خصغ أشوش غي قن سؤال إلا نسسن في الدور للوالدينتش إلا نعاونناتش تيدت تيتشاب دابزان مقتبل العمر ماشي شي قرن عاونناتش بدن معاتش السودية والخطرته ماشي المعرض وسين درافقناش تيدت ديكت الرسالة سنتو جدي مكراس إلا تيدت أكوترن المجتمع أكوترن الوالدين أدي عاون يغلب الروايات نغل الكتاب نغاد تيرا نغ أبرسنا نوبزان بتاد دواتش سنتو جدي لا سوش تحيتي الوالدين يكساني حماك المنبر دور الوالدين والنيجي هذا الرواية تدي بدا ساني سمعر الكتاب حماك قضية الريال قضية الاستحاب دخير الكتوب حماك ربط نحفظ في جميع الطبعات اني سيد اللولة آلي مارو الحمد لله انتين لن ترفقنين مالقا دازعلو 18 عام سحق لي مارو لن توجهني تجموني تجموني بابك تخربط يحفظ انت يريح معايا يريق لي انت الكتوب وسكادر قبل النار الدنيت مما كربط يرزق الدغر الدور دازعلو كمزيك تهتو توجهي ستو تاريخ تعابير نقراشيني نقدا نسمع تهتو تريح معايا توجهي اريموني صحتوني مما تحاولي تعبير الاسم نيناموني اها وجد التعبير وهامي خاك التعبير انت المريقل هامي اسمها سمزيت تعودي داري اسمها بطريقة احترافية ربط يحفظ لا خد كمل اخذ الدور الاساتيدة لا وتنتتغ كلهم باسمه اساتيدة ما سيد في الاساتيدة امجوري وحماك اني طغن بدل معايا في الروايات
من جانب التصحيح ومن جانب التدقيق حتى من جانب الديزاين. حتى من جانب الديزاين حنا الاثنين بدلنا اللي قال لنا روايته منه تسمى لي فوتون اللي انت الروايه ماشي خدمه ختم خدمه ختم سفوسي بصح كروايه كغلاف ومنا بطن نحفظ الاثنين قوما. تكردس انت وجدي مكراس احمد تكردس انت وجدي الشباب الا انا نشتي تكردو او مشخ ماك سيمارو فاقد شيء لا يعطي ماكوس اللي طالع غلوبات النجمه ديالي صح لا نطلب بعض المواقف فاقد الشيء هذه نجمتيوش مصح في التاليف لاش ماك فاقد الشيء لا يعطيه قسمه الطالعات قسمه تعاد غير نظرتني للكاتب تما كيف تعد ككاتب كيف ترقى لمستوى الروائي تعزم حماك لا غير الامثله غلوبات الدهم شرقاوي كيف حجرار من جانب التاريخي انو لازم تعزم كتطود النيفونسن وتنجم تطود النيفونسن حتى يديك يشابهه رباش حماك رباش ايوا محمد انت ديك الرساله نغديك تكردا اي تزعمي مكراس ان شاء الله دبين سيس تطفين تيدت الامثال نفتخر الامثال محمد الى معنا غديك الروائي دم كروس انت تغزر نمزابي الشور ماشي شي الناس المواهب الشور الكتاب انت دت سجوم تطفم المشعل اللي يمكراسي لان وسنت ان شاء الله اجي ندول ايوا صلاح الدين ممكن اولت ام جارو ممكن تكرداس انت واش دي مكراس نغي ميدن اسمو اسستون سوتي لتسجيم يعطيك الصحه هذا بدي شوني قدا يعطيك الصحه الكاتب محمد بعلي اسم عندو نموذج الا نتحاول انه ديسم باش عن تارين شاركن في هذه المسابقات باش نارين قنشره الا يفيد بالظن امار وسد يوه محمد بعلي للتاري الروايه هذه النجمه ديالي كذلك القسط تندعو فيها تندعو ان شاء الله هذه شارك في اشكوس ان شاء الله غنغ الشيخ حمو فخار حمو بن عمر فخار الا ندقني زعلوك نغرم تغرديت يجد الاثر دزعلك في الاصلاح في خطيب جمعه لا غش الكتب ممكن حتى في جمعيه التراث لا غش بعض الكتب في سمان شرنطن كخطيب جمعه ماشي ك مصلح كبير جدا من مؤسسي حركه اصلاح على كل حال في غردايه توني من جهه اخرى تبين وجار بانه مؤسستنا المسابقه لا تحاول دائما تبين الحب الوطني بورخص حب الوطني بورخص ادغر سندي ادغر باش ادغر سنديسن او العقيده شو مني اي موقف من هذه القصص اللي نوريتني بظن لابد الا نديس بعض اللقطات بعض الافكار الفوائد يبظن باش بين سيسن او الحب الوطن او غرس التربيه الى غير ذلك باش حفظ ايوا صلاح الدين تيدت ان شاء الله تكرداش لا تيودي يمكراز وسيله ان شاء الله هذه رقبه ونلحص دي نوبه انا مرحبا انت دت ان شاء الله لي بي سي شطات في ان شاء الله ادي عدي سي الاقبال اي زعلك المسابقه الى تسجيم ازنا سي ونغ يوسف نبدا السيسه نقضي معاس شنيني اول ام جارو دي ممكن رسالت شي يمكراس نقد كرضات شي يمكراس عطيك الصحه دي محمد ولا مجارو بهاي نوجه لي للاهتمام من جمعية التراث نغ الهامي تؤسس جمعية التراث اصلا يبها الدكتور محمد ناصر بربوشان تي اسسوا جمعية التراث سنه 83 ومن بعد يزيد الاعتماد 89 الهم استزعلوك انه هذه نور الامه هذه نور الطلبه هذه نور الباحثين حتى الناشئه يعني غير اسهامات في او القصص الناشئه هدف جمعية التراث بالاساس هو شعار الشيخ علي يحيى معمر المعرفة والتعارف والاعتراف انطلاقا من قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أو الهدف يبهى هامي خطرش يجروا الطلبة يجروا الباحثين تهم في حل مشاكل الأمة في حل تفن يعني تفسير لتعوق الأمة من النهوض ومن التطور الحمد لله يعني يغلب المشاريع جمعية التراث تهم في هذا الإطار يتحلى يغلب الأمورات كذلك يعني أندعو الطلبة والباحثين ورواد الجامعة حتى الطلبة الثانوية لما لغرنا المثال قرنغ محمد عليهم يعني ليتساهم بطريق غير مباشر بطريق مباشر ينور المجتمع ينور المدن كذلك جمعية التراث تدعو الطلبة الباحثين أنه أتكتلني منسن أنه أجروني منسن هامي أخطر جيمة في الاتحاد قوة تخمي عاد أجرو سبحان الله يتوحد الهدف يتوحد كذلك الجهود إن شاء الله مش كذا فن
بريده واحده ان شاء الله هي الامه عباره عن باش حفظ ايوا يوسف انت ان شاء الله هتكرداش لتيودي مكرسه شنينيه تنميش تنميرت طنبارش سوليت نعرض معنا غيوان نغ محمد يوان صلاح الدين او نشكر امش تنعرض معنا غديون تنوبه المرحبا الثاني صافيكس ونيني ان شاء الله نمل ان ملاقاتي قني ملاقيت نخلافا بالسجوم تطفي ايتميس ماني ود لوشمارنا ونتنوبة الثاني صافيكس عندو الاستوديو المركزي معي ونغ الياس انبوسنا شيني تمديت تنبارشت تنمرت ايوا محمد باسماعيل دين جيونت شلن سيفا ون البلاطو اللان ديني دي المعرض مختصش انت نتمر عن دوني تنوضلس وشين منه ون الفوائد تطفي ون واني اللي يتخصام زروين نغدو تهليف وعزام واني اللي يتخصاد اختيارات تأليف أي بها نف إمكراس يعني المؤسسة النغد الجمعية النغد مجررة وين لانتعافر دي ونونداه لان باش تسيلين الوعي الفكر للأمة خصوصا يوك محمد عليهم يبها أمتش خدامس إلا ندقن الروائي شاب إلا يخدم ولا يبداد ليسس إلا يسجت ولا سلبراي اللي كنش عاد خدو فكر يتمت النغ ديستمت النغ إلا نديك في فن إلا نزواسن البصر مغسني زوي البصيرت لنتعافر باش هاد المدن عزمن ايتما يسمى نرحب سجوم ديت نوبا مرحبا ديال البلاطو فايتسن الانسي والفكت المؤسسة الى نغرس اقني خدام القوان دياهيل نطورات دوم زروي دا تدلس تلا معان مؤسسة الشيخ ابي اليقطان الثقافية الى وسيناغس وغرم القرارة باش غنوشن انده نسنس لخصوص ديور نوفمبر ديور نتقر ولا نحرر تنبارشت إلا أن توجدي ذكرى سمست مروين نتمتن تنون عزم النغ أنغماس مغ عميد الصحافة الجزائرية ديند الشيخ أبو اليقضان إلا نربط رحمي جدي قن تراث دم قراني بها أسن ريح سلخصوص ديور نوفمبر لا غرس منه وني ملاقيت نسيس نسبت الدرس إن شاء الله دي قصر الثقافة إلا أدي توجدي سونون ده إلا ما نغ الأستاذ سعيد حمدي رئيس مؤسسة أبي اليقضان الشيخ أبي اليقضان الثقافية رحب خصت شو أستاذ سعيد شكرا مرحبا رب شحفت سيدا نغت يعطيك الصحة ماشي إلا معنا الناصر بحجم حسن إلا الأمين العام رئيس مؤسسة الشيخ أبي اليقضان الثقافية رحب خصت شيء وحسن مرحبا بك إيوالي رب شحفت يعطيك الصحة ممكن دين مؤسسة إلا نتفتخر سيسن يقنو خدم دام قرانس الخصوص يعني الجانب الجانب الثقافي العلمي دين مؤسسة الشيخ أبي اليقضان الثقافية أستاذ سعيد حمدي ممكن غنتوج دي كنت تعريف والمؤسسة باش تنسنكا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طبعا قبل كلش أن نشكر التلفزيون الجزائري القناة الرابعة على هذه الاستضافة لأن رحبا سجنا وكذلك دخلنا أن نشكر حصة مرحبا وعلى رأسها الأستاذ إلياس بوسنان على هذه الاستضافة والترحيب باش نعرف المؤسسة النغ مؤسسة النغ مؤسسة الشيخ أبي اليقضان الثقافية اللي تؤسس في جويلية 2013 ميلادي إن شاء الله هنا بالعاصمة المقر الرسمي الحامز دار بيضاء الجزائر قبل ما تعرفك في المؤسسة طبعا أني نبي نسدسو أن نحتفل مع كل توات النغ الشعب الجزائري بهذه المناسبة الطيبة مناسبة ذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية صح. طبعا نستذكر دماء المجاهدين نستذكر دماء الشهداء الا نسوش نسيش قوه دماء المجاهدين الا في غزه وفي فلسطين وفي ربوع فلسطين كامله ان شاء الله طبعا نطلب النصر ان شاء الله لهؤلاء المجاهدين والمقاومين مؤسسه الشيخ ابي اليقضان الثقافيه هي مؤسسه ثقافيه ذات طابع خيري غير ربحي تعنى ببعث النشاط الثقافي تعنى ب نشر تراث فكر الشيخ أبي اليقضان وعلماء الجزائر كاملا ماشي لنا كل زايد تهتم بالنشاطات الثقافيه تستعمل ندوات علميه وايضا ملتقيات ثقافيه عبر كل ربوع الوطن شرقا وغربا شمالا وجنوبا باش كنسوفغ العلم التراث الكنوز اجدادنا وخاصه مشايخنا وعلماؤنا الا نجينا نغدق الارث وكنوز كثيره جدا نقدم الى الباحثين والطلبه والاكاديميين تزود نسيس البحوث ان شاء الله شكرا جزيلا رسالت ممكن وجار دانيلا نخدم البحث العلمي بخصوص اني دخيج التراث الا نبها غرس ازل زين الشيخ ابو اليقضان
نعم بالاساس مؤسسه الشيخ ابو اليقظان تؤسس لهذا الاساس لبعث تراث الشيخ ابو اليقظان من مخطوطاته وجرائده وكل ما ترك من مقالات وصحف وجهاده بالكلمه وبجهاده بنفسه ايضا ان شاء الله. ربي يقول يعطيك الصحه. باش احفظ الله معنا غيوك حسن ناصر بوحجه ممكن كذا امين العام نون الكوبانيه كتل يعني بهنج لبعض الوقفات في مثل هذه اللحظات الى مشينا. أستاذ سعيد لك أنا نمر بذكرى عزيزة ذكرى أول نوفمبر تكمل داس لك أنا في ذكرى 50 مقسم مستمروين نتمتنت نون الشيخ نون عزم لنتميس عميد الصحافة انتدت يقارع الاستعمار بالكلمة والقلم ممكن بتغنتينيد في الأهمية نون الاحتفال وحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أيها إلياس. وشفت الاحتفال الشيخ أبو اليقظان لبقية المشايخ الأعلى من الجزائر عموما لقنشال ضروري وهم أخطر سيسن سن تاريخنا سيسن نفهم منش تولد الجزائر منش تشمري منس بدد المراحل اللي تقدر عرف سنت باش تيود ماني تيود يمارو وخاصة أنه نشين سن المقاومة المستعمرة فرنسا الوقت اني تغدس يعني وغلب الأشكال وغلب الطرق بالصح اللان لم بعد الطرق إلا ممكن خفنت في مدن عند الجهاد بالكلمة الجهاد بالصحافة للمواقف اللي انتو تجن جمعية العلماء المسلمين صح. فمن الشيخ أبو اليقظان سيد دلو العام عام 88 5 نوفمبر 88 إلى تمتنس 30 مارس 73 قعد التحديات المقاومة يعني ضعافر دو قاوم في المبادئ الهوية إلا تمثلنت يعني الإنسان الجزائري بصفة عامة. فمن الشيخ أبو اليقظان الأهمية أنه أتنفكر مارو أن حاول أسنو الجزء ضب الزنس الحق مهم جدا أخطر أن دينينو إلا القدوة النوم أن دينينو لنسيسن أن نفهم غلب أن يتشرع ونتتب للحياة الشيخ أبو اليقظان سي مزيس يعني ماشينا قاعد المقاومة يعزم المعدن الحاج عمر بن حياء ومن بعد يزور الشيخ القطب ومن بعد يجوا البلس بلي لازم يزور تونس اغرز ديك تنفس ضخ بروفيتا يعني قلنا يقل مرضمون يقنوز مرت الطاوين سيزور تونس ومن بعد يكتب ربي مع الوقت غادي تراس اول بعثه ميزابيه في تونس بعثه منظمه صح. قبل ياسس اول مدرسه خاصه القراره مدرسه عصريه طلبا مدرسه الصديقيه تبسا ستوصلح قيمنت يويتن القراره من بعد سكوس يزور تونس لشبتي قيمن ومن بعد دول يعني القرار بحكم الحرب العالمية الأولى ومن بعد دول البعثة الثانية ومن بعد عام 26 يأسس الأولى جرائد وادي ميزاب يعني 8 الجرائد سوادي ميزاب ميزاب المغرب النور النبراز أمة البستان الأمة الفرقان أو 8 جرائد وجا 26 38 كيف ديك تنفوس أتصدحك الجريد تدرزمك يعني قاعد يقل جهاد بلا التأليف بلا المواقف مع جمعية العلماء بلا المواقف السماء كان في الحدث عند تغي عضو في لجنة إغاثة فلسطين عام 48 لون شخصيات وطنية سيسن الشيخ منيل الهمتس يعني الأمة مسلمت يعني ولولو يتغي الفكر سيول سيشات دانية وضمزب مصح يعني الهمس أنه لدي عاش مع نيلا أن يدرايس أن يمسلم خاصة توت نغي يعني يتمت نغي لان فلسطين فلسطين مشيت نيد بغس مواقف مشيت العام مستوى الوطن غس مواقف عالمية سيسنتوني إغاثة فلسطين منشي التخير وخطني خاتية مني منشي التخير عضو في جمعية العلماء كيف يكون جيقا عن مني دخش كم الغوال تفكير العالمي من خلال مراسلات وليد خدق الموضوع داز علو كان سنسيس القيمتنا الشيخ أبو اليقظان رباش يحفظ بارك الله فيك أي بهنست لهم العبر سومزروين نعزم النغ أنزول ذكرى سمست مروين تمتنت الشيخ ممكن أستاذ سعيد تسجم منه ونطبعات نيلا نديس المحاضرات نيلا نديس الأنشطة ثقافية ممكن بتد جديدنا ونطبعات إلا نتبدأ إن شاء الله ماشي نغس بتد سندي مفدي قصر مفدي زكريا ممكن بتد ندجدد لفعالياتنا ونطبع التجديد طبعا أيوة إلياس تحت توجيهات الدكتور محمد ناصر بلبوشا وكذلك تحت إشراف الدكتور محمد بن قاسم ناصر بوحجام لكن عن توجد كان تحضر إن شاء الله يوسن سبدس 4 نوفمبر 2023 بقصر الثقافة مجد زكريا بالتعاون مع وزارة الثقافة الملتقى الذكرى 50 لوفاة شيخ الصحافة الوطنية الشيخ أبو اليقظان رباطي رحمه إن شاء الله
طبعا بعد والحمد لله بعد نجاح الذكرى الأربعين اللي كان جيت 2013 ذكرى الأربعين لوفاته في دار الإمام بالمحمدية تحت الرعاية السامية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أسكسو لك أن في الذكرى الخمسين لوفاته لكان تحضر ملتقى واسع وطني جدا أتنج بإذن الله يفتح في 4 نوفمبر مشهد كرغ في قصر الثقافة مبدي زكريا. ديس محاضرات، ديس معرض بالمناسبة، ديس فيلم وثائقي الدفع لأول مرة بالمناسبة حول حياة الشيخ أبو اليقظان، ديس أيضا مسابقات ثقافية فكرية علمية للتلاميذ الناشئة وكذلك للطلبة الجامعيين وكذلك للباحثين. كل هذا دعت في حوالي 20 يوم، حوالي 20 يوم من 4 نوفمبر إلى 24 منه. هذه يكون في عدة مناطق. أن نبدأ بالجزائر العاصمة في 4 نوفمبر يوم السبت إن شاء الله بداية من 9 صباحا تلاقيكم كاع معروضين إن شاء الله باش كتحضر معنا كل مدعوين. ثانيا أنتقل إلى وهران، ديس محاضرة علمية وملخص المعرض حول تراث الشيخ أبو اليقظان وكتبه وعلمه وآثاره. أن ننتقل بعد ذلك إلى قسنطينة وكذلك إلى خنشلة وكذلك إلى باتنا، قاعد ننتقل بهذه النوع من الحيوية والنشاط وإلقاء المحاضرات كلها تدخل في إطار طبعا هذه الذكرى. وأيضا إلى باتنا إلا نجلس أيضا عمل كبير جدا في الأسبوع الأخير. ننتقل إلى جامعة غردايا، أجي كونديس أيضا مجموعة محاضرات وملخص المعرض. وفي الأخير ننتقل إلى مسقط رأس الشيخ أن نجلس الحفل الختامي، أن نجلس الأوسمة والشهادات وتكريم المحاضرين وكذلك النجحين في المسابقات المختلفة إن شاء الله. إن شاء الله ربا شحفظ ديك نخدم يبها، لكن نرقب الإعلان يعني خدمن إلى نادي جورن مع الأنشطة الثقافية دي تكريم الفائزين في المسابقات يقل في الوثائقي أمو دي 7 نيموشان مغلنا الولاية نتمرت النغ بداية نس قصر الثقافة ممكن سبت الدسن غل قسنطينة غل منا وني مشاني لا إن شاء الله ندعو أيولو توت النغ إلا ناض حضرا دي أو نونده نتضلص باش سنو شمشانس أم قراني يلعي من دو عزام ممكن يوك حسن قيمتها نقتل 3 دقائق ممكن غنتوجد البرنامج نسبت باش يعني توت أدكون في الصورة إن شاء الله البرنامج إلا نادي جور دي قصر مفتي زكريا بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنين سبات هذه 3 المحاضرات وقبلها سنبدأ إن شاء الله سيقل المعرض. قل المعرض يتعبر في الشيخ أولي قضام ديس شبه متحف سيس الأتار سنين ديس صور معبرة وبعض المعلومات اللي تتحكمت في السيرة الذاتية أن الشيخ أولي قضام لبعض الإسهامات ولي توني المحطة التمزوات المحطة فيت سن 3 المحاضرات. المحاضرة التمزوات الدكتور الوالد محمد ناصر بوحجام أدوش التعريف للشيخ أبو اليقظان التعريف الأبعاد يعني خاطي تعريف السيرة الذاتية من ميت ديلون ميت يموت وإنما أسيوش يقل البعد بلا في الشيخ أبو اليقظان. محاضرة فيتسنت الشيخ يحيى صاري يسميه دور المطبعة العربية في جهاد الشيخ أبو اليقظان المطبعة العربية كيف دق الموضوع دزعلوك. تم تجارت مع الدكتور مولود عويمر في الشيخ أبو اليقظان وتحدي الاستعمار الشيخ أبو اليقظان تحدي الاستعمار. جرسنا ديس تكريم لك الشخصية اللي نتخدم الفكر الشيخ أبو اليقظان أتنج مفاجأة كذلك ده البرومو نغلق المختصر من فيلم وثائقي اللي يتوخدم إن شاء الله. المعرض إن شاء الله قيمة 3 أيام يعني السنة لحد 2 بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربا دي وفق ربا ونحفظ توتك عزيزن أي بهاس نجمشان نسي يونو عن يخدم سل إقبال توتنا غلا ننزقى يأيولو يونو ملقى ربا شحفظ أستاذ سعيد حمدي ممكن تبغي واني مجرى إلا أن دي يونو ملقى إن شاء الله التور ترزم مرحبا على الأقل أن تعود ما غنتسم ما غنتوشم وجار ممكن البعض من التفاصيل التراث خاصة أنه يعني التراث اللي توج يعني ربا دي يقول لك متهم في إثرائه مع الباحثين مع الطلبة من جامعات يبهاغ أن تحضر يعني تتلتذات ترباش أحد ممكن أن بإيواني مجرى أستاذ سعيد حمدي. والديقي مغيرة أن نشكر الأستاذ إلياس عشنان وأن نشكر أيضا حس مرحبا أن نشكر تلفزيون الجزائري من هذا المنبر أنني كل الجمهور الجزائري لكم قاعد مدعوين تحضر معنا السنسبات الافتتاح لفعاليتنا إن شاء الله. ترباش أحد بارك الله فيك أستاذ ناصر أبو حجام حسن كد الأمين العام ربا ضيقبك يتعفرض ممكن غنتوجد أولا مجال خاصة بتغير شيك تكردة تكردك تمزور تلتيني باللي كل ما نذكر شيخ أولي قضان بعض الأعلام توت نغلب ودان نذكر شخصية عظيمة الدكتور محمد ناصر إلا نتخدم الفكرس
يعني من هذا المنبر سني نطلب ربي اتشافى ان شاء الله. امين. الدكتور بوحجان بقيه الدكاتره الاساتذه اللي نتعفرن تكرر في تسنت باللي الاعلام النغض دين عزام النغض دغ استوش الحق نسن نحاول قد ما نشي نجم كل جنس المنبر يقن اعلاميا يقن هاوي في الفيديو يقن سيران شي في اي مجال فمنين نشي نجو المسابقات متعدده الاختصاصات نجو الخط البحث العلمي القصة النص المسرحي الشعر الى اخره مش كل جندي دول المصادر قاعد يتكلف ونعزمنه ان شاء الله نمعاون مش كنعرف سيسن سيرتو الوقت الا القدوه للزمان مش ك ونتبي قالوا بريد بلا الباضي قبل غفو معطيكم صحة توتنا عزيزن دي أملاقي لاني بها أدي توج إن شاء الله أيلو النغن حضر مغن نعر دي سبتة دس إن شاء الله دي قصر المعارض إلا أتسجس ونده المؤسسة الشيخ أبو اليقظان الثقافية أي سميس ما تنمرت غفهم يعطيكم صحة أي سميس ما نزوات في هذا الإطار اللي قنوا ملاقي توج الحد الاثنين نزوان أسقموا يمسلم إعلان إيد الجمعية التراث القرارة تغرداية العاصمة سجني قل ملتقى أغنوا حول المرجعية الدينية والوحدة الوطنية لدى نعزمن نتزاير الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج نموذجا نرقب جار تفاصيلنا وانه ملاقي لا يسجل اختي واتنا محمد داودي هذا نسال الله العلي الشيخ محمد بن بابا بن حمو الشيخ بالحاج لن يتوسنس الشيخ بن شيخ دي جنسود ماوني لن غرسازال لبريد نسلم الدوس عزم دي غزر مزاب دي تمرت نتزاريتولو او نوزمولي لن يشوي ما نسي وعزام دو كوتر ايولوين براسن دين المدن دي شحريش الشيخ بن شيخ يتوجه يسجن الملتقى جروان ديس من نون المشايخ دين عزامن دين براسن من اسبانين ديس اتسيلن دي عافيرن دين دهن يتوغيت الدرديسن دي تستمر وينيس قسن حقيقة يعني الهدف النغ من هذا الملتقى خاصة في هذه الظروف اسمين والسن ولا التعاشات اللي سموما نمسل من خاصة يتصارع فلسطين خصنا سبيين يطروان غير لازم السن التاريخ السن السن الهويه السن بنو اثنين منو خاطر اثنين دي مسلمن نحتاج لازم نكون الوحده نكون قاعد داغلي كنت فوسيك انتوني شي رسالتنا من هذا الملتقى ويسد دخل المناسبه ذكرى 1 نوفمبر وكان لوجي توحد مسلمن في قد تقدن ربي ضريت ربي توحد نسن جزائريين قاعد ضد الاستعمار في فرنسا عمروا وتخص تستقل الجزائر اسمه مني كان بيك تضفي تبهاسين وملتقى الباحثين إلى نوسين تشاركن من يوم منه والجامعات من الوطن إن شاء الله أنمل أن نطلب أن نمت ربي أنه أهني لن تصارى فلسطين أدي وحد ربي مسلمين أدي وحد فلسطينيين مشيت وحد مشين جزائريين نرنا الاستعمار إن شاء الله سلقوت نربي إن شاء الله رب أدي وحد مسلمين أدرنا إن شاء الله الفلسطينيين أدرنا الفلسطينيين نودين المشركين إن شاء الله أين أندوني الهدف نشي من هذا الملتقى الشيخ بن الشيخ تغي يدعو إلى الوحدة الإسلامية يدعو إلى الوحدة الوطنية شين قاعد لهم تيقت الوطني قن دي قاعد دي نسبجان ربي رباضي رحمة شيخنا دي نعزمنا يشو تضفيد خدي الجيل الشباب اللي يسد أدي بارك ديسن أتشمر المشعل بعد المشايخنا الملتقى أني شركة ديس في الشيخ بن الشيخ رباطي رحم يسيول في قل الموضوع لأني خدم ديس يغلب عند وحدة المسلمين أجروا نمسلمين الشيخ رباطي رحم يستهم السيسة يغلب يتجانا الوسائل الأسباب كيفاش نعوض يوم الوحدة التو يسيول لنا ميمي مسلمين مع عائلة ربي شاسن القرآن يقن الرسول ديقن مع ذلك والفهمن الشيخ أني بحث في غرسيك نظرات رائعات بهنت كيفاش مسلمين دعاد أتفهم الدين نسن كيفاش أتسبع دن أو لسبب التفريق جراسن الدول ديقن أتسنن بعضهم أدعى زمن في بعضهم يتوقي قار ميمي أدعى سجلوني مثل أدعى إيقن يسوال ديقن أما أدعى أتتنقع إيقن حد يدعو يغلب بشك أنا عاد نتملاقى أنا عاد نيرو الأمر ينعزمن الدولة نغفسن بشك أدرني مسلمين ويواليقن خاصة أني يستهم ماسيشن شي الجانب العقيدة إلا العقيدة المفروض إلا أغنجرو خاتي أغنتفرق بيخت درسات في طريق الكتاب الشيخ تسن الكتب بالخصوص وأن هذه هما تكومات واحدة مع كتاب وصول الوفاق وكلية الاتفاق بين العبادية والملكية يقن يعني شخصية يقن العالم من أعلام الأمة في مختلف يعني المناحي الحياة الملتقيو ان شاء الله تعديك تبادران هي نورمالمون ديك سلسله من الملتقيات السيس نسبين الامه الجزائر كامل العلماء اس ان بي سيسن يعني سيرتنسن ان بي سيسن جهاد نسن
خاصة الوقتو الوقتو إلا إلا كان نتكلم كاع في المرجعيات الملتقى ولا حول حول يعني الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية ومساهمة علماء الأمة في هذه الوحدة الوطنية، ومنهم الشيخ الشيخ الجد رحمه الله في يعني كان نموذج لهذا الملتقى. ان شاء الله هذا عاد الملتقى يعني سيل يعني ماشي لنا يعني سيل حلقه من حلقات اخرى نسبيا سيس كاع يعني العلماء الجزائر اني ماني لهنا يعني دي وشمار نون وجرا وتكرمن من نون دماون المشايخ سوبريد نعافرن تغن تدرنديس اما الشيخ بن الشيخ نتدخ التغرس تونت ديوم تكريمات دستي هيلن سجا تم درتس الا أن مترسيس يشمقران أتحدى الرزن يشمقران أترحم يقبل غفص نسأل الله العلي القدير ربادر حمي ولوين عزام النغي لأن الجين دي كتلب اسم التمقران عزام دي العلم ماشي وجينا نغي قني بريدن بريدي جورديس سلعين دو عزام أيتما يستمان رحب سجوم دي تنوبة مرحبا أنزوات غل إشتمان تمدور معي واتنا مصطفى أحمد بوسعدة اجتمعت من الدور معي وك مصطفى بحمد مساعدة مختص في علم النفس العيادي راح بخصت تمديش تنبارشت تمديش تنبارشت أيوة إلياس ربا شحفظ فانت قيمت تنمير تعطيك الصحة ديما اجتمعت من الدور تعفر باش اون ركن إلا نغرسي قن صدايبها أدي يكون يعني يسول في الظواهر إلا أنيا يمارو اكتظهرت ممكن تجوق نسق لقجار الأولياء جار المنو اللي يسعزام خاصة أنه بتنسن يعني دي تسجيل مصالح لنا الأمن نسبة مرتفعة من الإجرام تكمل دسات لهمان الأولياء وفي نيمان سن مروجين يعني الضحايا نسن بسهولة خاصة نسيولة وانتي تشلت في ظاهرة الإدمان في الوسط المدرسي خاصة سنغة أستاذ مصطفى بأي يعني همي تخير دنغة الموضوع بالضبط تنمير ثي ولياس ربا شحفظ في المقدمة أول شيء لك أنا تحتفل سلفتح نوفمبر ذكرى ثورة المجيدة نيني المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ربطنا يرحم قاع إن شاء الله نعد خير خلف لخير سلف دل البلاطو الطوان معاش الله يبارك مؤسس الشيخ أبو اليقظان دل المعرض الدولي للكتاب وصلوا الله يبارك لديس نشاطات عديدة بلا ما أنت يتمنى فلسطين في قطاع غزة ربطني نصر إن شاء الله أمين يعني لازم ديك الوقفه نسول في النقاطو بعد ان نتفل الموضوع نوسود عند نخير انتشار حالات الادمان في الوسط التربوي هامي نخير الموضوع دي سببين سبب مزوار لاحظ قلق قلق مفرط للاولياء دون تقدن في طروانسن هامي خاطر كل نسل انواع الاولياء الى واسي يتعافر يتراقب يتجور يتبدا يتمشى يتشارك في الجمعيات إلا واسي أنني شبه غايب مغولي اللي قاع مغلا يزن مميس باش كتطفن ديني المؤسستني وخلاص على رغم بعد التستيتي ديما انا ودين الوالين اللي يتعافر قدا تلقس ديال فرس اللي ينحرف مغلا يفغت ابريد والسبب مزور السبب فيتسن لاحظ الارتفاع يعني الاحصائيات مصالح الامن الدارك الوطني لمصالح العداله فيما يخص قضيه جنوح الاحداث يعني الاستهلاك المهلوسات المؤثرات العقليه وحالات الجرائم عند القصر بشكل عام ربا شحفظ ممكن نتوغن تسلاس يعني سيب الظن يعني تتنمو هالويسات يمارو يتوغ غير ثانوي المتوسط ممكن يمارو إزوال الوسط المدرسي غل المدرسة يعني داني لان يفقد مفهوم الانحراف بقوة سو مني خصنا نسول بتد المفهوم الانحراف بالضبط يعني تعرفس مهم جدا داين دواني لكان غنتحار ديس مع الأولياء لان تشغبن يتوقع الوقت حالات الإدمان غير يزعلك وسيدة زعلك العمر منجع 20 سنة صح ندول نتسلى في المؤسسات الثانوية يعني أولى الثانية الثالثة ثانوي ومع الوقت نتفي عاصفة المراهقة داين فترة التعليم المتوسط للأسف الشديد يمارو حتى في الابتدائيات ربما أنصنف يعني تقريب السنة الثالثة الرابعة الخامسة ابتدائي داين المرحلته هامي الذي استخ عدة أسباب من بين الأسباب وتشي الأعراض المراهقة دون أعراض متقدمة جدا يتو بكري المراهق 11-12 سنة باش هادي بدا عين الانفعالات ني داين ثورة المراهقة يسن تسمى
يدول ديمارو نجمانيني 8 سنين 9 سنين ليتعاشى يعني هذا الأعراض. لماذا؟ خاطر كديس التغيرات يعني في البيئة الاجتماعية، التغيرات في الجانب الإلكتروني اللي يرقب مشاهدة اللي يتسلى، التغيرات في النظام الغذائي وغيرها من الأسباب لم تعلق بالمراهقة. السبب هو ذاً أنني بلي المروجين لغرسن استراتيجيات خطيرة جداً لنستهدفن حالة الأطفال، يعني نرقب صورته مثلاً وني أطفليه لا في العالم الافتراضي. مع مرور الوقت تشكل بعض الصور النمطية على المستوى الذهني أدون تصور تطبيقية سلوكية من خلال دي سيكونس فيديو، من خلال ألعاب إلكترونية لجو إلكترونيك، أما من خلال التواصل مع فضاء مفتوح، يعني وني من بين أهم الأسباب. على أرض ذكر ديمار ويويليس المدارس الابتدائية النجمة نيني الذي استغير في طريقة يعني الاستهلاك، وهو بالضرورة أن الشخص الراشد عند الكومبريمي مثلا لحبة الدواء أما ديك الغبرة أما ديك الانجيكسيون أما خاطيس الأشكاله يمارو تلات الحلوات تلات شيكولات لا يعني التجنق الأساليب لن أجبد ناريني هذي تمتع. الانحراف يمارو وللي برك الاستهلاك المهلوسات ولي طبعا الأخطر النجمة نبدأ ستدخين وبعد نزول الشيشة شيشت أيضا الذي سيل موديل نزعلوك تقليدي الذي شيشة الإلكترونية غير طبزانت الذي سيل الأنواع الأخرى يعني من الاستهلاك أني لند الريحة مغاني لند الأعشاب يجن شراومو ومن بعد نزول مخدرات أني لند فريمو لا يعر أما المهلوسات والمؤثرات العقلية دونك أو الحالات والإدمان يعني الإدمان أني لأني توسوا مغي توشا مغي توفوحة ولي جروح لازم سيقل المحرك نريال لازم يعني أراني دي بريال علور هذه هاتش الإجرام ما تسولين سماني المصدر الريال أو طفلي ذا بالظن يعني سماني زدو سوى الريال بالضبط لازم دي قبل يقن المدخول يعني سيبي مباس سيبي مماس ربما ديكر ربما دي استعمل أي وسيلة للتهديد قل الأطفال خلاف شكاز دوين ريال وهكذا سو مني أن فهمي ويليس همين سمايس الإدمان في الوسط التربوي يعني دي مختلف أنواع الإدمان النف ما يسمى في الناحية القانونية تشكيل جمعية أشرار يقن يتبي الريال يقن يتاكر يقن ناسي الزلاسي السود لا مانتي وذي ظن يقن تدخين يقن المخدر يقن كذا في نهاية المطاف أضغط إلى سلوكيات شاذة من بينها الشذوذ الجنسي من بينها حالات الإلحاد من بينها يعني مختلف أنواع الشذوذ يقن شاذة خاطر جدا يقن نعم تطرفوني يمكن تنسمى أستاذ مصطفى ممكن بتد الأشكال إدمان أو سندخ لو سيتسول بتد السبب يعني جوع النطفلي مغو النوع الفئة التطاوض لو النوع الإجرام دين الإدمان مهم بالنسبة للأشكال ما نذكر لبعض النماذج مارو ربما المشاهد الكريم دي سول يعني ما انت الشكل قد دي لاق مع وريني نشيسين حسب نمط الشخصية إلا وسي قفص ذكر ذا إلا وسي خصدت فيك الكوانت هذا قيم في حالة إدمان إلا وسي خصين نشوتني التدخين كل جنوارة طبيعة الإدمان مهم جدا من سيول في الأسباب أني السبب رقم واحد دين الهشاشة الأسرية إذا عدت الدار تلجس توازن لجس علاقة قوية جربة بذمما ما عاد لش الحوار ما عاد ديس مشاكل ديس ضغوطات ديس عنف ديس تنمر أراني أدفق الشارع دي زوي المدرسة أدي بدأ يتحول أدي لمدي يعني قن السلوكات إلى الأتستان ضغوطات. السبب رقم اثنين دين وسائل التواصل الإلكتروني سو مني ديما نتوصل أولياء حذاري ثم حذاري توم يقل جهاز الدارت ما غصتوش من ورانهم تولهت والحمد لله مارو لنا خبراء في الجانب التقني نجمنا جن تطبيقات إلكترونية بشكل بارود عاد نتبع عن طروانسن أما أصلا أسمت سنقا عني لن لا يليق بارابور اللاجس. السبب الثالث ديفوانا في قنوارا متربي من بعد أنه فلاش وسائل إلكترونية بس حتنا هش في الشخصية يعني الشخصية ضعيفة يزهل بشكاء أتصيدا يعني أين المروجين ما هو اللي يتسبق في طريق الإجرام إنه الأسباب بشكل عام أدقهم كل كت المدرسة كل كت البيئة كل جن ظرف غرز دراسة خاصة للوضعني ربا شحفظ ممكن نزوات الأسئلة يعني سؤال وضعني اللي ممكن أستاذ مصطفى نسوي الغفص ممكن لثر لانعكاسات إلى أن يتجدون الإدمان يعني أن ظهرت الإدمان أترني أمس الوسط المدرسي الأثار سواخيمة جدا يا ويلياس غرنا أثار على المستوى القريب المتوسط البعيد ربما باختصار أتنذكر في أربع نقاط يعني الأثار مزور دين الناحية النفسية الشخص اللي أسوقع اضطرابات أسوقع اكتئاب أسوقع قنص صراع نفسي بعض الحالات تدفن في التوحد بعض الحالات صار خوف مرضي الأثر في الناحية البيداغوجية هذه عندي ضعف التحصيل التربوي واللي يمكن المدمن مغ المجرم مغ سيدي ما يطرى لي جو الكترونيك مغ يتاكر
اتنف ذكي في القسم ما غيتشارك ما غيتاوي معدلات ابدا. والاشكال جار هو مني التفكير في التسرب المدرسي ربما هذه فقع سوزام. الاثر الثالث نزول الناحيه الصحيه الجسميه هذه عاد غرنا امراض هذه عاد غرنا ميكروبات فيروسات يعني جراء الاستهلاك المفرط نين الوسائل ني عاد غر الصداع مشاكل في الهضم اضطرابات في النوم هذه عاد غر مشاكل ربما صحيه في الجلد حساسيه الى اخره. والانعكاس الرابع نزوع على الصعيد الاجتماعي انا عاد للاسف نتعشى قن الجو الاجتماعي مكهرب ديس الخوف وديس التوتر التزن طروش لعزم تقدر غفصن طبعا الناحيه الشرعيه الدينيه عاد نتفكر ان الالتزام بتعاليم الدين ذو عمر المجديوين أزوان إلى مجالات أخرى. أنزوات الأسئلة أستاذ مصطفى أبو سعدة غير ممكن يعني أن نستكثر الخير نتوتنا غير عزيزين إلا نتفاعل مع الموضوع بقوة. ممكن أنزوات السؤال لأم زوار سفرح ميم تقارد بتا تفسير الانحراف عند الأبناء بالرغم أن الوالدين جين الواجب نسن الجهود نسن أهل التربية. نشكر على وسيسه معنا بالأسئلة. سؤال أم زوار الأخت فرح قال الوالدي لي لان تعفر مع طرونسن اقدس ندفع قنوارا مني شينا نوش تفسيرين قلت تفسيره مزوار نجمنيني ايماني مغيبي تلبتي لاس ربي عز وجل ماشي لا موجود في القران الكريم وفي السنه النبويه. التفسير وضعت في الناحيه السلوكيه الذي سجن برنامج تربوي اما سنت الدارت الذي سجن البرنامج هدم التربيه صغار انت الدارت بصحوني وصغار لي قو جار ونين جاج صومني يسلب عريني الو راسيني غير الوالي مادام لك تعافر لك تخدم لك ترافق ضهرات شغانيف والقرع عمري بلي نشي لك غد هانت مغمم يكي لا دام دوتش ليك مغرب حقتي ديا مغمم يعني مقارنه سيليس خاطرك التطبيقات الالكترونيه الاستراتيجيات الانحراف لن سريعه وحديثه جدا. رباش يحفظ. انزوت ستن فايتسن احمد يا يقر بتد الاساليب ادماج المسبوقين قضائيين في المجتمع من الاحداث او البالغين ام يطهر لغفص حمايه يعني ماشي قرن محيط سي لان تدر النماس. السؤال مهم جدا يا ويلياس الاخ احمد ربما سنخصص ان شاء الله مستقبلا نقل عدد كامل دين دي ادماج المسبوقين قضائيا بالنسبه للاحداث يعني القصر ودون 18 سنه اما بالنسبه للبالغين زدنا 18 سنه الموضوع الى طابو في المجتمع زدير للاسف لنرقبن اين الحدث ما غير المجرم سكت نظرت الى السلبيه الاصل ميدي فغس المؤسسه العقابيه الاصل لازم غادي يفتح صفحه جديده غادي تعاون غادي تدمج سيت ورقه بقنا وخدام دا وحدي ربما ديك من اعزام اثبت لها غير فرصه شي لاش صديق الذي ساين صورتني باللي تولى هو السوال معاس والجور معاس ونيد المجرم ونيد كذا وني انني باللي التصرف والتعامل معاس الفجوت ثلاث كمل سجار اثار نفسيه ديك حد الا غير مرغوب فيه الو راح ينتقم راح يزيد في الاجرام راح يزيد في الترويج كاع الظواهر اتنكمل سمني انني داني دي استضافر المجهودات ما بين دور الوالدين دور المسجد دور الجمعيات حتى دور الاعلام تفاصيل الدسم مستقبلا سربي ان شاء الله رباش يحفظ. استن فيتشارد ستمت نغ زهره ننتقر منش يعني سؤال مهم منش نرافق طروان نغ اتنحمس ومخاطر نغولات سلخصوص بتدون الجرائم يعني منتشره خاصة ذوي يعني المشاكل العائلية إلا نغرس يعني مشاكل مسنة الدار. نعم الجواب الأخت زهرة في ثلاث نقاط. النقطة تمزورت الحوار تدارت بتلاش الحوار تدارت أرايني ذكر ما أنثى أدي كله في الحوار صغار أهمية خاطر كون ملكة الحوار ونخصيته لكن شهد ربي سبحانه اللي جيت أمسن أنماط الشخصية تحتاج للتشبع يعني لازم توش بعدها وحدي لازم ارانا هذه السيول هذه حكا لومبيونس هذه سول هذه شارك هذه عبر في شخصيتك بتا الجو انت دارت ماشي تذكر مشاكل عائليه ازود حكايه بسيون واصغر. العامل الثاني فايد سندين بناء الشخصيه يعني البناء الشخصيه دابا تعطي مختلف الجوانب استوش فرص المشاركه استوش يعني مواهب الجانب المهارات الجانب الرياضه بما فيها الجانب العزام يعني ومتركز برك اعزام شمر كارطابل زود القسم تي ويديد لي ميور نوت الى وليك فيها موني يعني دونيتو زدغ لديس تحديات لديس مسؤوليات هذه تكون ديس. الجانب في الثلاثة داين أي التواصل المباشر جار المدرسة يعني جار المؤسسة التربوية المدرسة مع العائلة داين لا يبهاي ويلس كان نطلع هذه مارو يغرب المؤسسة التربوية لننتجنت مثلا صفحات ما انتجنت دي جروب سير واتساب مختلف تطبيقات إلكترونية تشين يوميا بتل لديس البرامج بتل استمارين بتل تكوينات الولية دي عادي طالع ولا اللي يبعد ولا خدمس ربما ديز دي ترافو فورسي يسهر اغلى دي تسافاري بريدن بصح يتبع راس يعني بهذا استعمال التكنولوجيا اما المرافقه الوالديه.
تنمرت استاذ مصطفى انزوات للسؤال فيدوك زوسانس عبد النور ده اللي قال دبت هذا العلاج الادمان نين المدن في الملحقات مغ تاويله الكترونيك امونس لخصوص العاب العنف اضافه لا انسول ماشي ليتسول ماشي سول نطور يعني صرف اموال كثيره لتسول ونسين المصدر سمن. مهم جدا موضوع الملحقات الالكترونيه مع الالعاب الالكترونيه بشكل عام لا مدروس لديس مخابر ننتج يعني منتجات الكترونيه الاشكال الالوان الصوت ليستاج كل بسنوا للمدرسين استهداف الاطفال استهداف المراهقين باش كتنجلب من العالم الحقيقي للعالم الافتراضي. طبعا خلفيات نسنديس ربما ديك الديانة الوثنيه ربما ديك المعتقد ربما ديك الشذوذ ربما النشر للعنف وغيرها يعني ونتيو البنغ عباره عن لعبه وديك اللعبه الا بسيطه بصح لديس رسائل مشفره للعقل الباطني. الور ميوت في حلقه الادمان انا كنحد يفوت ديما يتكلب هذه سوامن الور اللي قاربه تنعالج ربما نبدا نتساون يعني الملحقات الالكترونيه بشكل تدريجي انه شي قلب بدائل عمليه تنسيت في برنامج رياضي تنسيت في تكوينات في ابداعات هذه المد اللغات الى اخره يعني لازم نسوش البديل ساعات لبعض الحالات واللي يمكن كاع انا تجد مع سلطيف حلول لازم توجه يعني المختصين الى نتعالج ربما لا يقل علاجات نفسيه من طرف المختصين ربما علاجات دوائيه من طرف المختصين ايضا الاطباء الى ندوش ادويه هذا عاود نوض سموكزن افرازات الهرمونات التوتر القلق اللي موجود على مستوى الدماغ يعني نجم غادي نغ الحلول وكل الحمد لله متوفرين انني الوادي نبرك حرشت يجورت ابريد الحلول حتى في النتيجه ربا شحفت ان شاء الله هدف النتيجه نمشي ديما نتمنى صون الركن ديال ديالي الوعي النفسي جرت وشولين جر من ولا يتفرج على نغرب باش حتى نجرعه ممكن طبزنت مسح معليش التهمة يغلب خصوصا الموضوع الا يجوق يعني يجوق يسقلق يدببنا التربيه الاوليه من ولا يعني يفود من فوق المجتمع ربا شحف داي ولياس يعني تكرد اكثر جار وتصين غي لي بارون الوالدين والغدرت والسوسومت والفشلت ما يتلاكي متعاشم طرونهم لان في الخطر تولها غفص عسيت نراقبت نضلس كارطابلس بورطابلس يجور معاس رقب مع من ولاد الدوره الغفل تنيت له التقييم يعني للاسف الاحصائيات قالنا يغلب الحالات الادمان بمختلف الاشكال تفاقنا سند بعد 4 شهور بعد 6 شهور نتيجه الغفله تخداني ويلياس باختصار واللي نضخم الامور واللي نسقود واللي يعني بور دراماتيزي لي شوز ديك الحقيقه ان شاء الله كاع نعاون في العلاج ربا شاف ديوا مصطفى ابو سعدان ملقد شديت نوبتين خلاف ان شاء الله دير ركن ايش تمن تمدر ربي ان شاء الله باش يحفظ يعطيك الصحه ايت ميس من زوات اللي قلنا ماذا اللي كان غدي يور نوفمبر يور انبرش نتقر ولا ما نفكر يدبابي محراس يبها امش منو للشريعه نفكر قلت المقبر الدينين ني محراس ان انسوت رجلي دم قرنات نرحم ايولو لما قبرت لي باضيات دي تمن البليدت يبها انس التاريخس انرقب او الروبورتاج ندول بعدس داني دي المقبره الاباضيات دي تمن شريعي دي سل البليدت موتن 3500 جزائري نطم زابدي محراس دي كتل معركتي للجيش الامير عبد القادر دي تمن سهوب متيجة دي كتل معركه قرنس مجدوفه تدراجر تمن بوفريك البليدت أسوقس 1836 ديون المقبرة طوندلن 75 محراس معركة مجدوفة التاريخية مارو باختصار توقع منا عام 1836 انتو شاركن كل جميع القبائل منشينا من أهالي حجوت ومن أهالي كذا تحت قيادة جميل الأمير عبد القادر اللي يتنقل ما بين قصر برواقية قصر البخاري والقليعة والمدية يتمركز ديني ولذلك معنى أهالي هذه المنطقة وبما فيهم ماشي النغ الميزابيني وسيد شاركن أكثر من 3500 معناها في جيش الأمير عبد القادر تحت إمارة ابن زعمون وأحمد سيدي السعدي وغيرهم هؤلاء الذين يباشرون والقيادة العامة لجيش الأمير عبد القادر من سهوب ليوبلاتو معناه إلا يجبد غفص سجناء معناه البليدت تعطل معناه إلا سلسلة جبال الأطلس التلي باش كذا تقتح مني اللي هو بلاتو هذا وطن الصحراء والشيء اللي يجمع الكل هو الدين ماشي إنه مبديكا هو الدين يغمر أرواحنا بنور اليقين ويرسي عدالة ولولا الوفاء الإسلامي ما حق الشعب يوما منال ولهذا الثورة التحريرية أول نوفمبر 54 قا
قامت على إيديولوجية إسلامية محضة بكلمة الله أكبر. الله أكبر فوق كل اعتبار، ما هو شرقي ولا غربي ولا نصابي ولا عربي ولا تاريخ كذا، ولتنجح الثورة الجزائرية إلا بفضل وحدة الكلمة، وحدة الصرف، وحدة الهدف. تواتر لجليدة مقرانة نرحم إم حرصنغ نهتف الجيل نيمارو أذي تهلا فلمانت تمرتنغ تزير. أنرحم في أيلو محرس النقص لخصوص لكان غديور نوفمبر أمبرش يوري لان انتدتي بها أمتشان فكرة مزروي النغم قرن إلا نس محرس النغي إلا نسجني قني عفرن دي مقرن أي تميس ما نرحب السجوم دي تنوبة مرحبا دي يون البلاطو إلا ممكن أنسي ول فهيل نودال ولاد الرياض نتجاس مشانس لخصوص إمكرس النغ شباب النغي إلا نتخط أطرن إمكرس دي تغردايت أنسيول في جن نادي إلا مغيك تدورة في تشارد كرة القدم تشورت نودار إلا تسجر أغلان ماني تبدأ سي 7 أكتوبر غل 5 نوفمبر 2023 سلمناسبة الذكرى 69 لاندلاع الثورة المباركة ديك الدورة إيت بهان سي والغوسي إلا معان غل نادي الهويش شباب الرياضي نبيزي أماش تنسيق مع يور أزوغ أجزيرين لنسجل نون دورت يبهان سنتخ تفاصيل نون الدورت إلا معان غيواتنغ ياسين الشيخ اسماعيل إلا رئيس النادي الهوي الشباب الرياضي بيزيد رحب غسجي وياسين رباش عفد الوكي السلام عليكم يعطيك الصحة وعليكم السلام رباش عفدتو سيدة نغ أماش إلا معان غيدريس قبيلي رئيس نادي فرق تزير يموني أد رحب غسجي ويدريس رباش عفدتو سيدة نغ يعطيك الصحة يوك عز الدين باباز أد رحب غسجي إلا رئيس المالية بنادي بيزي باش يعطيك الصحة الاستضافة إن شاء الله تنمر تربون نحفظ توسي ما نغد قنواس دنبارش يبها أمت شون تظهرت لك متسجمت سلخصوص يعني ماشي النغ توزد الذكرى 69 يعني ننتقر ولا نوفمبر تنبارشت أيوة ممكن أدبدي خصتش أيوة ياسين ممكن غنتعرفت في النادي أما غير قبغ كتل حركة يتبها دي تشورت نودار ممكن المقابلات اللي كمتجم مع الشباب دي الفرق دي تغرديت الملعب الجواري الشيخ حمول حاج الغابت يبها أمتشان سن إنده النوم ممكن بتا تعرف ده نقص يعني سن نادي النوم كيفاش تؤسس من ميت تؤسس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين وكل الناس اللي ضافت تعطيك الصحة يعطيك الصحة نادي بيزي نادي هاوي الشباب الرياضي بيزي لأحياء مغحي لواحة بالعموم ينتشدس يتؤسس سنة سجاسن 2016 وشان غالي الاعتماد 2017 لك عن خدم الحمد لله لخطاته يعني لا غرنا الاعتماد في فايت سنمارو 2022 الهدف نون إحياء الهدف إن شاء الله النادي وكل داين مرافقة شباب الحي ديك تسيسن تن تنمية الحي أهمية أغن جروين شباب الإحياء المجاورة ديني أغن عاون اثنين يعني أخدم الحومت داين دي سيوزاوي لانتيا الحومتيا تطوعات حملات نظافة مغتي دي غرنا دخل الجانب تنطفس الأفات الاجتماعية لكن يعني شباب حك الشباب مارو يعني لا وسيلة لا يضاريس كانت تحاول نشمنط يعني نجو الهدف نغنساسة ونرياضة ديك تكرضة أنتفسي الشباب النب تونيو دي جنام زوار أما جن فايتسن داين تنمية الواحة مية الواحة إلا غرنا ديس خاطك الملعب جوالي الشخم والحاجق يعني ماذا بينا نشط تقدر من شي تغلغة بكري بكري تغلس أنشطة تغلس يغلبة الشغول يمار ماذا بينا أتمدر تعود تدول الغلوسن فالا قدر دام شاء الله عندوني إلا يعجبي يعني يبها الشباب النغة أطفن أتحمل مشعل نطأطير نشباب ذخ أما غارن كان نحتاج أو نخدم نسل خصوصا ماشي تنيد لك أنت عشيق قلنا يمار يعر أن الأفات الاجتماعية يمار ويتوغ معي يبوك مصطفى بوسعد مختص النفسي أنت تنسيه الفون فون الإدمان إلا نماس الوسط المدرسي دون الأفات إلا الانحرافات دو فوق نبريد يبها إقنوطف نفوس عن طريق تشورت نودار إلا نجروا شباب فون إلا يعني خصمت تكملت يعني دا وحدي تزمرت نسن أما يعني ديس منه والأهداف بهذا خطه اللي
في الجمي ان شاء الله تدوله ماشي التوخ ان شاء الله ربي يحفظ. يمكن يوقع زدين باباز دورت الله يبارك دورت في تشارت ونيت في ثلاثه يعني اكيد غير المدورات السابقه وكانوا في غتسنغ يعني يخدم نمسي قبل دورته وبالتالي كنت تسجمتيس ربي يحفظ يوك الياس بارك الله فيك. بالنسبه للدورات انضم نادي بيزي بالتنسيق مع مشيت نادي الهلال الاحمر البلدية تغرديت كذلك في دورات نسق مع مؤسسة الضياء غرنا نجد دور تمزورت المدير تمزورت بعد التأسيس مباشرة شينا لاغريمون 2017 إن شاء الله المبادرة تمزورت نجيت 2018 نجيت مع إبزان مصغر إبزان نجو خمسة ليزيكيب تقريب برنامج يجور السيكن الويكند الجمعة مشينا عبارة عن نشاط أنس حياسيس الغابات نرى التقاليد بكري نشاطات تصار عنديس دورت تجر مشينا 2018 تحت شعار شباب اليوم مستقبل الغد بعد استوز دورات أخرى دورت فيت سنت بمناسبة الذكرى 68 ديال الثورة 2021 جيت 2022 استغفر الله صدرت 2022 اكزاكتومون صدرت شارك عندي 16 فريق كذلك انتونيو قاعد اسم مشاركة مؤسسة الضياء نشاس شعار عند مكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب مسؤولية الجميع يعني المسؤولية ما قامش لك أنا باش كنبدل توجه كذلك دورة بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأيام تارديت بمناسبة 2021 بمناسبة ذكرى الاستقلال 5 جويلية شارك 29 فريق الدورة الأخيرة لك أنا عن جورديس إن شاء الله الدول تخليتني شتي 5 نوفمبر إن شاء الله تتواصل إلى إن شاء الله 10 نمدد بس الوقت السنين 10 إن شاء الله نهائي إيجار دي زيكيب إن شاء الله نطلب التوفيق ربوني وفق ربوني حفظ يقني خدم النبهان يعطيكم الصحة كان نرقب تصاور غير تصاور يعني أنت تتلكي مجرم الشباب أكيد أنه كل دورة الذي شعار يعني يقني خدم دم قرن نرقب داني الكوكب الرياضي العطف داني الجزائر اللي يخدم نفسه وأنه خدم رباطي قبل الغفص أترقب منش اللي زيكيب منش الفرقة وعزدين لانت مشاركة في عن دورت دورت مجرد لك أنا دي 16 فريق لنشاركين استغرديت استغرديت دي جمعيات دي جمعية أحياء دي نوادي هوية ما شاء الله ميلانجي ما شاء الله ربش أحفظ يعطيك صحة دي قنو خدم ما يبها أي بهذا أرفق الجمعية تذنتين سيسنيور أزقاغ جزيري إلا ديما يعني يتعفر بشدي بد مع إخدام الخير سلخصوص دخاهي الجانب الرياضي يبها أمش المرافق تس إلا معان غيوك إدريس قوالي الله يبارك إخدام دخ يعني برزن يغلب سلخصوص تغرديت ديما يورا زقاغ جزيري توت تطفنت بقوة الله يبارك تعافر من البصمة نسنت بيند وكانوا فغان تينم يعني يعني أخدم نوم في مثل هذا الدورات المرافقة نوم كيفاش تيجر ربا شحفظ أيوة إلياس على الاستضافة ربا شحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخدمنا نشنين الليلة يعني أولا طرفك شباب في ميدان وخاصة الآفات الاجتماعية إلى المشكل زعما دا زعلو كما سن شبابنا تانيا زعما نتبدا معاه الفرق تاني ننت كتافتا ما منتعدى مع سن في الميدان اسمها نيمار التورنوا تقريب يوميا لكانوا مع سن ديني في حالة التدخل زعما كتلير كنش راس مع هاد الليلة انتهت تكفل ساون مشكلتنا يعني نعطيكم رباطي قبل لديش يجي نخدم من قبل رقب حملات التطوع يعني أبدا نصطاد دي صند فوس ولد يعني ماشي إنه يوك ياسين تخصم است يعني أتعفر مي وران الغابة مختجمي غل بكري غل واني اللي انتبهها تغدي مادام شانس يعني ضنضف انتج حملة تطوعية زعما كل خطرة غرنا المشكل نتيرا يعني في البلاصة خاطش كترك بد الغابة الفونت صابل يتشارى سيجدي سما كل خطره انت جاتهم حملات نجروا الشباب تابعين غير نغلي زيكيبيا سما نش تطوعات الملاقه انت نيطويا التيران نيطويا لونطوراج كومبلي ما زعما الماتيكو قاعد سكنوا في هذيك النجره
ثم نتعود نترقيليت سواء الشباب كان سياجنين وجنا كاع نخدم تنشنين ثم بفضل الشباب اللي زيكيب ثم انك ليلة التيتر زعما الجروب اللي زيكيب نتينا ندزنا الشباب نجرو طمونك الجمعة نجيك نتطوع يعني كاع جماعية من طوايا باش كاوما نستحفظ صون المكتبة اللي قيم ديما مني دوندف ربي يعطيك الصحة اللي كان رقبه إلى الأحمر ديما مشى لسيقوات ونيض طبعت تقدمت يبها أخدم نوم المرافقة نوم الخصوص أو أني مرة مش نغ أرفق الشباب يعني خاصة نبت وصار نتديني منه ونتمجى مع الحوادث إلا ممكن أتدخل من ديم زوارن ديون الموضوع يبها دخا كوتر كان رقب أولاد يعني كوتر نسقمو ممكن نسقمو إعلان نسيسني وك مغل أستاذ سليمان حي سعيد إلا أن يعني تبدأ أو التظاهرات يوك ياسين نخسن سيول في الهدف نون التظاهر تجي ما سيقن الشعاري بها وانتي تشلت ممكن غانتيني من دبتا سوكاسو التظاهرات لك أنا تنظم سوكاسو نجيت بي أنا ضيفة يساوي مجتمع متحضر هامي بالتنسيق مع الحملات التطوعية اللي توجهت الواد بالتنسيق مع السلطات الولائية والبلدية أسن نشتني شكر خاص يعني وكل ابريد الا مشاك تنميه الغابه ديال عدي تنميه تكون تنضيفت نمشي من شعار بيت كما بدا هامي خاطر شباب الحي مخ شباب الواحه اثنين ديم زوار مشاك تحافظ نفاونا نظافته دو خدامو تكمل غد عرجه بالصبر فيما يخص الهلال الاحمر يعني ما شاء الله يعني ربطنا نحفظ يعني اسنوجه يعني شكر خاص دو خدام اللي عند خدمني يعني دازعلوك بدنا معانا يعني فريمو يغلبتنا يعني انطورت هامي خليك لان تودى الرسالة يعني الهدف نسنوك كل داين أشيني مدابين نشنيم كل فريق قد يكون ديس مسعيف أما كل بيس قد يكون ديس مسعيف هامي خليك لما يلعبه المسعيف خاصة الوقتني أي اللحظتني يعني بالك يقول لك يعني دازع لوك التفدي كن جزا بزان يكون وقتنا مدى بزان برك يعني الحمد لله تصوفا يعني بالمناسبة سنوجه كان شكر دازع لك رباطني يحفظ يعني سوب التنسن رباطني وفق إن شاء الله يبرد الخير أمين أمين رباش الله يعطيك الصحة ممكن نتخص غد بغ يعني سجوم الفرق اللي نشارك انت الأجواء اللي نجور انت وعز الدين باباز لك رئيس المالية النادي بيزي ممكن الفرق أرقبغ يعني أين لا توني نقن نظامني انت دتي تشيقن باسم سيقن يكت الجدية تاعهم دورة سوكاز دفر وسوكاز يكت قد بارك الله فيك إلياس مشيش اني انطورو لي 16 فريق شاركن ممكن نتذكر على السريع دمع التسمى ونسن غنغ النادي الرياضي الغابة معروف في الوسط الرياضي غنغ النادي الرياضي الرجاء غنغ فريق جمعية فريق إخف الغابت جمعية إخف الغابت غنغ فريق الرائد الرياضي غنغ الرائد الرياضي وادي مزاب أنه فريق نادي نعلوفي أنه فريق نادي تازيري أنه فريق شباب رياضي بيزي ووفاق شباب مزاب فريق نادي تغريفت فريق الرستمية نادي الجامن أنه شبيبة كركورة وفريق نادي الشيخ بابا جمعية الجامن نادي ترجى وجنة ماشي ترك بدأ يقول اسم ميلانجي جار النوادي هاوية يعني متمرسة في الرياضة جمعيات دغلت تكون اني ما نسن تشنت تجديدين انتونيو الاجواء بدات مشيتني لي سي تاريخ 27 اكتوبر بدا تبدا الدورات ثلاثه تواصل لك انا نيوت في دور المجموعات شي يخدا انا زوات الى دور الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي الربع النهائي ان شاء الله الشاء هذه بدايه السنه الخميس برضو السنه الخميس هذه بدا الحمد لله جو تنافسي وحماس والحمد لله دخل جمهور يحضر يتشط طبعا يعني بصمته وحدث يعني الحمد لله اللي قلنا مشيت النظام سر الحياة سميت تجيلي قلنا النظام يتوت يعني الحمد لله نلاحظ يعني توت مش تجيلي قلنا النظام يعني انضبط النريجون في النظام مني الحمد لله إن شاء الله تالي هذا ورات أخرى إن شاء الله ربنا يحفظ يعطيكم الصحة قيمة زوج دقائق ممكن تبغي وأني متجري إلا نبهان أني وك إدريس قبالي إلا أنت تسولش تلاي بارك تعفرت في تسير يعني والمباراة
يبها يخدم باحترافيه انت يعني او نخدم نسحقات خاصه انه من نسن الاهداف بعيده يعني اكوتر وطف نفوس الشباب دو اطر نسن ديك نخدم ما شاء الله الا انا نشجع غفس يمكن انتو تشكر دا الا انا نخدم سي سي هو ادريس تكيران شينا الطلبة يعني مام الجهات المعنية غنعاون انت الشغول عشل الشيقين شرائي سمت نجمة تيجور دي سميتو في داكوتر مام اول استضافة هون تجي مربون نحو تسمى ترني الكوراج ناخد صحة يا دريس اسمى نطلبان شنين مارو غرنا الملعب غرنا المشكلة شنين غلفون صاب لي غلب كانوا في الجهات المعنية رئيس بلدية رئيس لدائرة مدير تي جي اس كانوا فغن زعموا وما غن تحوضهم ثم البروبلم نغلى التوقع انا نغون نجدي وعلى جال خاطش الحال يرعى اسمو كنا عاد غير محوض اضي ممكن ضغطنا والمشكلتنا نجدي كمل دغرنا المشكلة الارضيه الميدان خايل سي 1 نوفمبر 2016 تودشن الطيره الى يومنا لكن نتعانى دخل الملعب يتشمر اكثر من 30 فريق اللي طرديني في الاسبوع اكثر من 30 فريق اسم اني مارو كان غير بالسين نيطواج الماتيكو عباك لا جورنيك تقريبا سوفوت سلك ماين نجدي اسمع لا جورني كتسمع قناه سن لي جورني ثلاثه اسمها كاريتا اسمع نطلب من الجهات المعنيه غنعاون تبسي ان شاء الله تكرد الشلاطي ودر نمل ان شاء الله يعني توج نكاع توفر الاجواء خاصه ماشي النتائج نون الدوره الكرويه غير سام شانس دي الشباب خاصه ملا غير رساله قيمه يوك ياسين الشيخ اسماعيل يمكن هذا ختم معك إلا كده رئيس نادي الهاوي للشباب الرياضي بايزي ربما يقبل في عافر نتشتي توتنا عزيز ممكن بتغير شيء كتكرده إلا أنا نختم السيس رباشا فبارك الله فيك الحمد لله رباشا فده أول يعني الحمد لله ربي السعود العظاني اللي استضافت يعني أغنت الترين الكوراج تينين إلا غرنا يعني توش أنا أن إكتسق عن خلاف داين نسل بلديت تسير ملعب شيخ حمو الحاج يتم لعب شحمو الحاج تسير بجمعية الأحياء مارو اللي تسير بسيفة رسمية نادي بايزي أخدامه يعني يرنيانا يغلوبة نخدم صافي سي أوبري جيت لك إذا دي عطت بروغرامي دي تورنواس يوبري جيت على التجي دي كنخدم ديز عليك مي الحمد لله يعني لك أنا غنجو صب شلي يعني أربع نسعة وتجار تضيت يقع ليش كلاضات لوسان كون بعد توخر مش كيت نغلاضات داين أو يعني أني لاني تصرى دا يتمنى غزة يعني نطلب ربي هذه فرج غفسن نجو وقفة لمدة أسبوع تضامنا مع يعني كأضعف إيمان تضامنا مع يتمنى غزة على جنب نيو قناة ديك علاش للبروغرام هذا ما كان يتونيو إن شاء الله نطلب ربي غني يوفق بشكل نوض أقدا إن شاء الله سليها دورات أخرى وبارك الله ما كميت تجي من الدورات لكن تيلي ما سغلداني وش تنغضي عخدم نوم خلصوا ترجلي دام قرن ونيوفق يحفظهم أما غار لك منتي دير جزن الأمة إني لا نخدم النموني الميدان خسيت نوالو وجرمانو ولا يسوالو برك يتقيمة يعني أصغر الميدان ربون نحفظ ربون نيكوتري خدمنا ومعتكم الصحة باش يحفظي وعزتين باباستر ميرت بارك الله فيك سولو مغلداني ربون نحفظ يعطيكم الصحة أيتميس ماني ودلو شمار سالرياضة تنيني العقل السليم في الجسم السليم سالرياضة لأن نوصى قاعدة وتنقص ودل أنزوات ممكن نغلو شمارنا ونتنوبة إلا نكون ننمل إن شاء الله نكون خفيف غفوم تنمرت يوم سوفغني وتنغ محمد حدادي دوتما تنغ صابرينا تنمرت ستوديو 2 قمت تدي لهنا دلمان بسلامان